كأنك فهيم يا زكي وشاطر وبدك تنجح بالمحو تبع الأمية، بتقلي كم في بالكلمة؟ ما فهمت السؤال. طبعا ما رح تفهمه لأنه هذا سؤال ما بينفهم، بس هذا ما بيمنع عنك تلطميص، ها؟ لأنه الأستاذ قال بعظمة لسانه إنه في أربع عيون بالكلمة مو عين واحدة. مزبوط، هي معك حق فيها. فيك تعدد لي أشكالهم؟ هي سهلة كتير، بأول الكلمة وإع بنص الكلمة وإع بآخر الكلمة. والرابعة وين رحت فيها يا فهيم؟ إيه ما في عين رابعة. إيه مد إيدك، مد. أي شو ما في عين رابعة؟ لك في عينتين بآخر الكلمة، عين مفصولة وعين موصولة. رح أفهمك إياهم شلون. العين المفصولة بتكون مثل مفتاح الشق يلي له عقفة من تحت تبع البواجي، عرفته؟ لك مثل بعدين بقول لك عليه. هلا في عندك العين الموصولة بتجي شلون، إلها دعكيلة ودنب راجع وانت ورايح، يعني مثل فوتيس الباص تبع الهوب هوب. فهمتها ولا عقلك ياها؟ ايه اصلا انت فهمتني ياها اكثر من الاستاذ. ايه بعد شو، بعد ما بحيت لي صوتي؟ الله يعين استاذك عليك يا زكي. لك والله الشغل بالتدريس اصعب من الشغل بالمناجم، بتصدق؟ لو عم بحكي مع صخر كان فهم. لك شو قصتك انت؟ اي بس من راسك بحياتي انا ما شفت. ومن اللي عم خليت يوم زكي؟ نعم استاذ. تعال عندي لهون، تعال. حاضر استاذ. شوف يا زكي، لا تزعل مني، انا قسيت عليك لمصلحتك، لانه المثل بيقول من علمني حرفا كنت له شو؟ ما بعرف. كنت له عبدا. فضاية عبدا. عبدا، وعبدا فيها عين باول الكلمه. هلا العين هي بدي اسالك، مفتاح شق ولا دعكوله فوتيس تبع باص الهبوب؟ مفتاح شق. برافو عليك، شفت شلون تحسنت؟ شوف لقلك شغله يا ابو الدراويش، عفوا استاذ ابو الدراويش، يعني انا ما بزعل منك شو ما بهدلتني وقسيت علي، لانه بعرف عم تبهدلني وتقسى علي لمصلحتي. ها يا عيني عليك، هلا بلشت تفهم علي. بقى هلا يا زكي الله يرضى عليك، بتفوت لجوا على غرفتك، بتحفظ الدرس منيح، كرج المي ها، وبتكتبه 30 مره. يلا روح على غرفتك. حاضر استاذ. زكي لا تنسى بكرة تلبس صدرية على المدرسة. بس ما قلنا الأستاذ عن الصداري. بعد ما طلعت أنت قلنا الأستاذ. صحيح أنت ليش هيك؟ مجرد ما طن الجرس بتصير برا، بطلع الحركات ما بصير، لأنه الأستاذ قال يلي ما بيجي بكرة لابس صدرية بده يقلعه من المدرسة. ما زنبك على جنبك تصطفي. ماشي ماشي. طيب ما في ولا رابعه بكل العربي هي تبع الدرس. يوسم الله اسم الله وما شاء الله، كيف الثقافه قامت وما عاد قعدت بهالبيت. لك بدور، انا ما بحب حدا يكون اشطر مني بنوب. يعني هلا نحن لانه ثلاثتنا عم نتنافس، قولي الثالث خلص تنافس وطلع لبرا، صفينا انا وابو الدراويش عم نتنافس. ابو الدراويش اكيد بدهم يقلعوا، بضل عم بتنافس انا وحالي. بتعرفي ليش بدهم يقلعوا لابو الدراويش؟ ليه؟ لانه كثير عم بيشاغب، كثير كسلان صاير. شوفوا لا اخي درويش شاطر وما شاء الله حوله، بعدين اللي بيحكي على اخي كانه عم يحكي علي، فهمان؟ لك لا ابد دورة حبيبتي، لك لا تزعلي، لا عم بمزح، انا بحبه كثير لابو الدرويش. اعطيني شفه قهوه نشف حلقي وريقي. شفه بس. لك وين رايح انا؟ نسيت اللي عمله معي ابن هدرويش؟ هو السبب، هو اللي خلى الأستاذ يطردني من الدورة. بس ماشي الحال، أنا قدامي هدف ولازم حققه، بدي أتحمل غلاصته هلأ حتى أصل للي بدي إياه. إذا ما خليتك تطلع عظميط أنت وعيلتك، ما بكون أنا طيفور يا درويش. بدورة يعني كأنها هيك ضيقة الصدرية، يعني ما بستحكم البسها بدرس الرياضة. ايه ما في صدرية بهذا اللون غير هذا القياس، بس انا ما عم بفهم يعني انت ليش بدك تلبسها هي الصدرية؟ طالع مثل طلاب الابتدائي بس الشناتير. يعني نحن شو مفكرة نفرق عن طلاب الابتدائي؟ هن بيقروا وبيدرسوا ونحن كمان بنقرا وبندرسوا. ايه بس اخي درويش ما اشترى صدرية مثل هي،
اي اصطفل درويش، انا مسؤول عن درويش. الاستاذ قال بده صدريه، يعني بده صدريه، وانا ما بحب خالف النظام بنوب. بدوره الله يخلي لي اياكي، كوي لي اياها هيك شوي، لانه ما بدي اطلع مبهدل كثير. مجعلك بطلع مبهدل قدام رفقاتي. لا تقبرني تكرم عينك، تعالي حتى اكوي لك يا شلاح. شلاح بس ويت شوي تزعلك اكثر. ولا يهمك شلاح انت. هلا يعني بكل جمل اللغه العربيه ما في غير جمله طيفور غليظ؟ شو قصدك؟ بدك تبهدلني قدام العالم يعني؟ معقولة أنا بهدلك يا معلم طيفور؟ شو عم تحكي أنت؟ مو معقول هذا الحكي، أنت على راسي وكرامتك من كرامة الوالدة أم درويش. شفت ما أحلى تقبر قلبي، الله يرضى عليك. وإذا أخذت الكلام عليك أنت ضدك يعني، فأنا بعتذر قدام الجميع، وهي أحلى بوسة من راسك. ها؟ خلاص، عود، خلينا نحل هالمشكلة بقى. معلم طيفور، من اليوم ورايح ما بقى في مشاكل بيناتنا؟ أخي أمورنا لازم تصير تمام التمام، كل واحد بيحط راسه بعقله وبيدير باله لمستقبله. شو عم تحكي أنت؟ هلأ يعني نسيان أنه الأستاذ طردني وما عاد يقبلني بالدورة؟ خلاص معلم طيفور ولا يهمك، أنا بكرة بسقط حقي عند الأستاذ. كمان ما راح يقبل الأستاذ، مصر أني جيب ولي أمري. شو الحكي ها؟ هلأ أنت بدك تجيب له ولي أمره؟ إيه أمي إيه ولي أمره، أنت ما بتعرفي له هذا الأستاذ، أستاذ ما عنده مزح منوب، بس بسيطة، الحل عندي. فهمني كيف؟ أنت الليلة بدك تنام هون ولا هنيك؟ لا هنيك. شو هالحكي هاد طيفور؟ معقول تروح تنام هنيك؟ مو حلوة أم درويش، صار لي كم يوم ما نمت هنيك، خليني أمرق هالليلة لعندها. إيه درويش؟ قلت لي إنه الحل عندك، شو هو؟ بكرة الصبح بتكون هون ها؟ وإذا أجيت الصباح شو بده يتغير يعني؟ هذا الموضوع بده تفكير، مو هيك خبط لزق. روح أنت توكل على الله. خلاص ماشي، بكرة بكون هون. يلا تصبحوا على خير. لا تتأخر علي الصبح، بدي أعمل فنجانين قهوة صباحيات وأستناك بدي أشربهم أنا وياك. لكن لك فكرة، من الفرشة لهون دغري إن شاء الله. دير بالك على حالك، الله يوفقك، لا تقوم تاخذ برد. حاكم هي امسك الحرباية، ما بتدير بالها علي. خلاص أمية طمني، ما راح ياخذ برد. شرف معلم طيفور. لا تخاف علي، يلا تصبحوا على خير. وأنت من أهله، مع السلامة. أهلين وسهلين ابن عمي، طولت. تأخرت ما؟ ايه قلت لي مشوار صغير وراجع. ما بعرف شو صار لهالناس بهالايام، ناس بتوعد ما بتوفي، بتحكي ما بتصدق. تغيرت كل المفاهيم وكل الاعراف تغيرت، ما بعرف. معلش ابن عمي، انا كنت قاعده عم بستناك لهلا ما اكلت، رح اروح حط عشاء الي والك. لا 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 استني، اذا بدك تحطي عشاء حطي وكلي، انا تعبان ونعسان وبدي نام. مش هي شي يوم تقلي لا لك نعسان ولا لك تعبان. لك عززت وتلفت للاقي الرابعة. هلا شو بك سلك ساعة عم تضحك انت هديبة؟ ما بتغير شلون طالع موديلك انت، لك هيك بدك تمشي قدام العالم هيك؟ قلت لك 100 مرة انه انا ما بروح غير نظامي، يعني نظامي، وانا درويش ماني سامح حسه، مو رايح؟ لا مو رايح، عم يجع راسه. ايه لك عم يوجع، خليه يتحجج لحتى يشبع، الكسلان بضل طول عمره كسلان. يلا خاطري، مع السلامة. شو ابني؟ خلصت؟ ايه امية، تعي فرجي. هات لشوف ورجيني. شوفي ها؟ شلوني معي؟ ايه تمام التمام، اكيد ما حدا رح يعرفك. لكن شوفي لسه لما بحكي شلون رح احكي، رح اقول له لطيفور، شوف يا ابني طيفور، انت من طريق وانا من طريق، يا بتتعلم يا بتكسر راسك. حلو تمام، حلو كثير. امي بس على شرطي يتم الموضوع بيني وبينك وبين طيفور، ما تجيبي سيري لزكي او بدريه، ما بصير يعرفوا، لانه السر اذا طلع عن اثنين ما عاد سره. ايه بس نحن ثلاثة لك ابني. ايه هلا انت وطيفور تعدوا واحد وانا واحد، قد ايش صاروا؟ اثنين. ها شفتي شلون؟ اكيد ما رح احكي انا قدام صهرك، لانه هذا سرسار ولسانه طويل وما على لسانه رباط. واختك بدريه ما بينحكى قدامها. بقى يلا حضر لي حالك وشرف انصمد لي بهالصالون لاعمل لك احلى فنجان قهوه لبين ما يجي طيفور. يلا تقدم. يلا تفضلي.